مو لك خلصني بقى لسه ما صحيت؟ خلصني يلا بقى. لا صاحي ومركز كثير كمان. يلا بسرعة خلينا نلحق اليوم من أوله. قولك بابا أين أوله؟ لسه الساعة 8 الصبح بدنا نروح نوقف على فرن الخبز نحن. الحقني وخلاص وسد ربوزك يلا. يا الله لك طيب كنا نحسن نستنى العصر شوي. العصر يا غبي العصر أنا تقصقت طالعك الصبح عشان تكون الشوارع فاضية. ناقصنا تعمل حوادث بس أنت لأنه امشي. قولك إيش بدك تعلمني قبل الشحادة وبنته؟ ما أنا على أساس ما بعرف بسوق يعني. نعم رجع عيد. قصدي انه رح اتعلم وعلى ايدك رح اصير من احرف المحترفين. ايه طاع شوف الله يستر يمضي هالنهار على خير. بس شوف ابني انت لما بدك تتعلم السواقة اول حركة قلبك لازم يكون مثل الحجر وما تصير تخاف من حدا منوب. بس خفت من الطريق ما عاد تعرف تسوق منوب. ولازم تفكر الناس اللي قدامك كلياتهم حمير جحاش ما بيفهموا منوب وانت الوحيد اللي بتفهم بالسواقة. شلون بقى؟ لك ولا عم بحكي مع حالي انا؟ ها؟ ايه انا هون؟ مين؟ لا اعرف ايه فيه وصحصح معك بس قلت هيك اخطف لي هيك حلم على السريع بس تضل. اول حركة بنتعلمها اول حركة في قانون تعليم السير تعليم السواقة مننقل مرش ومنشغل السيارة. بالله بتعرف شو؟ انا كنت بفكر اول حركة بنعملها بالسواقة انه واحد يفتح الشباك يعني فيقول لي ابن شحاد وبنت بتجي لهون شو هتقولي بس شو هنقول مرش بابا؟ ولك انت ليش وسطك محروقة؟ رح اعلمك كل شيء بس خطوة بخطوة. لك ايش هالجيل هاي؟ بدهم كل شيء بسهولة يخرب بيتكم من حالكم. يا الله ولك ايش بده يعلمني؟ لك هو ماله خبر انه انا اصلا قربت اخذ الشهادة وخالص. شو عم بتقول؟ وانا كنت عم بقول مي عم فضيلي بنزين سيارة بقى هذا انت اللي كنت تسوق الفاتيح وتنزل فتلة بالسيارة يا حقير. يا الله انا اسوق سيارتك واخذ الفاتيح وفضيلك البنزين عم بتشك فيه ابنك؟ انا ما كنت متوقع منك منه. لا بالله اي صح صح مشان نتعلم. يلا صح كل اذانه صاغية تفضل خليني امشي اول شيء الاقي مكان فاضي بعدين بنبلش. بيتك صار بدها نوم يا اخي. الله يمرق اليوم على خير ادعوا لي. بسم الله نبتدي. اول حركه بنعملها نسكر الشباك عشان تصحصح معي. هي السياره اوتوماتيك وهذا اسمه فيتيس. نحن اول حركه بنعملها بنجيبه عندي يعني مجرد ما جبته عندي السياره رح تمشي لقدام. تمام يعني تقعد انت بدك تسوق الفيتيس محطوط اول حركه بنجيبه عندي بننزل الفريم السياره لحال رح تمشي. شوف شلون رح تمشي لقدام. شوف رجعت ورا صار. انا كنت عارفان انت ما رح تنتبه لهي الحركه. انا كنت عم بختبر لك ورسمت بهذا الامتحان. اول حركه بنعملها بنحط حزام الامان. شو هو حزام الامان؟ هيك بنحطه هون فهمنا وبحطه براسي كمان. حطه براسي فهمت. يلا شوف نختبرك. تعال سوق انت فرجيني ايش رح يطلع معك. يلا الله يستر. بس الله يستر. تفضل اطلع استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. لك شو هاد؟ ولك شو هاد؟ ولك ايش في؟ ايش عملت انا؟ ولك يا صدد انا اول حركه علمتك اياها شو هي؟ اول حركه بتعملها شو هي؟ بتحط حزام الامان. ليش ما حطيته؟ بعدين ايش طالع بكره السرعه بدك تروحنا انت؟ ولك انا سرعه بابا ماشي 20 انا انضرب على قلبك اطلع وحط الحزام يلا يا رب تمرق على خير. بس بسم الله. قولي ايش فيك؟ قولك يا بني ادم انت شلون بتطلع بدون ما تطلع على المرايا؟ قولك هدول لازم يكونوا عيونك. طلع على المرايا ورجع اطلع يلا. حاضر. وهي طلعنا على المرايا ما في حدا. بسم الله. تمام كويس. وقف قولك يا بني ادم عم بقول لك وقف. قولك ايش في كمان؟ والله لسه ما عملت شيء. قولك بعد بتشوفها للسياره ضير بك العمل بدك تضربها بدك تبرينا مع الناس انت يخرب بيتك من حالك. السيارة هديك؟ ايه هاي انتبه. يا الله يا الله يا الله يا
الله يعضى. شو بقوله؟ ليش عم تضمي؟ تعا اضربني كمان، تعا اضربني. انا بعتذر، اسف. تفضل اطلع وفتح عيونك. يلا انتبه وفتح عيونك لقدام قدام. هدي هدي هدي. مطب مطب يا بني ادم مطب. راحوا دواليب، راحوا دواليب، راحوا دواليب، راحوا دواليب. روح لي دواليب، راحت السياره. قولك بابا كرمال الله لا تصير لي مثل امي. ها نعم، انت عم تقارني بامك؟ ليش امك بتعرف بتسوق اصلا ولا بتفهم شيء بالسواقه؟ امي ما بتعرف تسوق؟ ماشي، على كل احوال المسا بنسالها وبنشوف اذا بتعرف بتسوق ولا لا. فعرفوش انت دمك خفيف اصلا. امك هي اللي علمتني سواقه، امك شوفيره ما في مثلها بالبلد كلها وعند رخصه سواقه. شلون لك بس بدي افهم؟ ايش بدك تعلمني لسه؟ انتبه في جوره، في جوره. انتبه 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 يا بني ادم. راحت سياره، راحت سياره. ولك يخرب بيتك من حالك، روح على السياره. يا الله جوره صغيره، جوره صغيره ومرقتها على مهلك. قولك على مهلك، هيك على مهلك، انت تمشي على مهلك. بس لهون وبس، انا بطلت اسوق. تعسو انت. ها نزل ولك نزل نزل. انت بالبلد تعلم انت. عقوق والدين، عقوق والدين. قلبي على قلب ولدي، قلبي على ولدي، بدي اعلمه سوار. لو انت ما بتخاف على السياره بس بدك تاذيها، طلع المطبات بتجنبهم، في جوار بتجنبهم. انت الا مصر تاذيها رستي يا رب. صار معك الله. احيانا السيارة تتطلب منك انك تنزل بجوار. ليش؟ في عند الدواليب في قطعة صغيرة، هدول لازم مشان ما يصدوا لازم انت هيك تحركهم كثير، وبعدين انت مو نزلت لي بكذا جوار فبكتب لي على السيارة. يخرب بيتك من حالك، بدك تلبسني اياها الي بس. يلا ولك رجعت، رجع سوق. يلا شو جديد؟ طلع معك، فتح مخك بتاع. الله يستر بس مقضيها طالعين نازلين. شلون اطلع هلا؟ لف وطالع على اليمين، لف وطلع على اليمين. ايوه على مهلك، على مهلك. لف بقى هلا، لف لف. يا الله يا الله، لف بدون ما يطلع على المرايا. يا الله لف بدون ما يطلع على المرايا. يا الله الله اكبر. كمين تكبر، تعرف الاجواء. كمين وما كمين. قولك يا حيوان، شرطة مرور، شرطي بلاك شايفه. الله اكبر، ايش عامل هلا؟ يا رب يا رب. على مهلك على مهلك على مهلك، لا تفرجون شيء هيك. على مهلك على مهلك. بابا الله يوفقك، ايش عامل هلا؟ ما معي رخصه، ايش هيك مبدل المطارح؟ قولك شايفني سبايدر مان لحتى احسن بدل بيني وبينك. اكلناها اكلناها، والله اكلناها. طيب ايش عامل هلا؟ هلا انا ايش عامل؟ ما معك ولا رخصة انت ولا رخصة ما معك؟ قولك انه رخصة؟ ما معي لا رخصة ولا معي شيء من هوب. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. خليك هيك مدي، خليك مدي. لا تحسوا لا تحسوا، عامل حالك انه انت هيك شوفير، هيك عامل حالك. قولي وقفني 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 وقفني. قولي وقف 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 وقف. الرخصة ولا السيارة لو سمحت. طلب رخصة، طلب رخصة. شوف يا حضرة الشرطي هلا، هو انت بابا وين رح تركني انت؟ شوف يا حضرة الشرطي، انا معك قلبا وقالبا، نحن لازم نوقف وش هدول اللي عم بيعملوا حوادث بالبلد ومخالفين للقانون. مخالف؟ تعال تفضل. انا بترجى منك تاخذه على الحبس لحتى يصير عبري ما يعتبر. السلام عليكم.